السلام عليكم جميعا ويعطيكم العافية يا رب. معكم زميلتكم جهينة طاها من النادي الطبي ومن دفعة وريد. اليوم إن شاء الله رح أكون معكم بشرح الفايل الثاني من مادة الفيرولوجي واللي هو بعنوان الفيرال لايف سايكل. هلأ هذا الفايل تقسم على ثلاث محاضرات، الدكتور شرح لكم إياه على مدار ثلاث محاضرات، أنا إن شاء الله حشرح لكم إياه على two parts. البارت الأول رح نشرح شو هي الفيرال لايف سايكل ونشرح كل خطوة بتصير فيها بالتفصيل، والفيديو الثاني رح نحكي على الجينوم أو الجينيتك ماتيريال كيف بتتكون لكل نوع من أنواع الفيروسات في أثناء الفيرال لايف سايكل. تمام، خلينا ما نطول عليكم ونبلش. طبعا رابط الملف هذا رح تلاقوه إن شاء الله في البوست اللي نزلت لكم إياه على الفيسبوك، وبرضو كمان حأضيفه على صندوق الوصف بحيث لو حبيتوا تدرسوا منه. لما درسنا وأخذنا عن البكتيريولوجي حكينا إنه البكتيريا بتمر في four phases في أثناء الجروث تبعها، صح ولا لا؟ حكينا بتمر باللاج phase، باللوج phase اللي هو بصير فيه rapid cell division، وبقدر يعني من خلال اللوج phase إني أدرس الكاركترستكس والبيهيفير تبعون البكتيريا. حكينا على الستيشنري phase وحكينا برضو كمان على الديث phase. طيب what about the virus؟ هل الفيروس برضو كمان الجروث تبعه في له phases؟ الجواب yes. وعدد الفيزز الموجودة بالفيروس بتراوح ما بين 7 إلى 8 فيزز، ورح ندرس عنهم إن شاء الله بهاي المحاضرة. تمام؟ بس قبل ما نبلش حابة نحكي عن هالكم معلومة المهمين كتير. أول شغلة، الفيروس لحتى ينجو ويعيش ويتكاثر في عنده شرط واحد، وهذا الشرط إنه يعيش في داخل خلية. ده هيك لو حاولنا نحن كنحكي علماء أو كمايكروبيولوجيست إنه ننمي هذا الفيروس في أجار معين لحتى ندرسه ما رح نقدر. ليه؟ لأنه مستحيل ينمو على إشي غير في داخل الخلية، لازم يدخل الخلية ويعمل فيها مجموعة من الستبس اللي رح ندرسهم إن شاء الله بهاي المحاضرة لحتى إيش؟ لحتى يبلش يتكاثر ويعمل لي للإنفكشن ويعمل لي المرض اللي بده يسويه. تمام؟ فبالتالي هون مكتوب عندنا إنه the virus can survive by infecting the host cell. شو الهوست سيل؟ أعطينا مثال عليهم، مثلا الهيباتوسايت. شو هما الهيباتوسايت؟ اللي هما الخلايا الموجودة في الكبد. أوكي، مثلا نحكي الخلايا الموجودة في الأبر ريسبيراتوري تراكت، الخلايا الموجودة في اللور ريسبيراتوري تراكت. فالفيروسز لازم يوصلوا عند الهوست سيل، تمام، لازم يعملوا لنا ميكانيزم معينة تو ريبليكيت لحتى يتكاثروا ويكثروا المادة الوراثية تبعتهم. أوكي، فبالتالي the viruses cannot grow on an agar, تمام, alone because they lack a cellular machinery for independent growth. ما بيقدروا ينمو لحالهم، بدهم انزيمات، وهاي الانزيمات فقط موجودة في داخل الخلايا تبعتنا أو تبعت الحيوانات أو تبعت الكائنات الحية بشكل عام. أوكي، فهاي بعبارة هيك عن مقدمة مش مطلوبة منكم. هلأ بدنا نبلش نحكي عن شو هي الخطوات اللي بتصير، شو هي قصة هذا الفيروس من مجرد ما يدخل على الخلية لغاية ما يطلع من الخلية بأعداد مأهولة. هلا أول فيز بمر فيها الفيروس اسمها الاتاتشمنت فيز. شو اسمها؟ الاتاتشمنت فيز. لما أنا أحكي اتاتشمنت شو يعني؟ معناتها في إشي مسك في إشي، في فيروس مسك بخلية. طيب شو هي أداة الاتصال؟ هلا الفيروس بيجي في عنده على سطحه إيش؟ جلايكوبروتينز. شو اسمهم؟ اسمهم جلايكوبروتينز. وطبعا بهاي المحاضرة رح نفصل أكثر عن هدول الجلايكوبروتينز، أنا هلأ عم بشرح لكم الفكرة بشكل عام. بيجي هذا الجلايكوبروتين بيرتبط بشو؟ بيرتبط بالريسبتر الموجود على الخلية. على فرض هاي إيش؟ هاي خلية إنسان. أوكي؟ بيجي بيرتبط على الريسبتر الخاص فيه الموجود على هاي الخلية. أوكي؟ طب يجوا هني هلا كل جلايكوبروتين في له ريسبتر خاص فيه؟ طبعا ولا. فبيجي هذا الجلايكوبروتين بيجي بحط المادة تبعته بهاي الطريقة، بيجي بحط الجلايكوبروتين تبع الفيروس بهاي الطريقة، فبهاي الطريقة هو ايش؟ مسك بالخلية، الفيروس مسك بالخلية، الخلية مسكت بالفيروس عن طريق عملية بنسميها ايش؟ الاتاتشمنت. بعد الاتاتشمنت رح ندخل على تاني مرحلة واللي هي بنسميها البنتريشن. شو يعني بنتريشن؟ طيب اوكي، انا كفيروس هيني مسكت الخليه، طب انا بدي ادخل جوا، شو استفدت؟ ما بدي اضل هيك على السطح، لا بدي ادخل جوا واشتغل واعمل ريبليكيشن واتضاعف وازيد من عددي وابلش اعمل انفكشن. فشو رح يصير عندي انا بالبنتريشن؟ بيجي عندي الخليه بتسال انت يا فيروس، هل انت نيكت فيروس ولا انت انفلوبت فيروس؟
لو حكالي أنا نيكد فيروس بحكي له أهلا وسهلا يلا تفضل أدخل، بيجي الفيروس بيدخل. هاي عنا الكابسيد وهاي اللي هي الجينيتك ماتيريال. تمام تمام. لو كان انفلوب بحكي له آها لو سمحت لازم تسلم الانفلوب تبعك. طب كيف بدي أسلم الانفلوب تبعي؟ والله يا سيدي العزيز في عندك طريقتين، الطريقة الأولى عن طريق الفيوجن والطريقة الثانية عن طريق الاندوسايتوسيز، فهدول برضو كمان رح نفصلهم. بس المهم بهاي الطريقة أنا إيش بالنهاية نتج عندي؟ بالنهاية بالطريقتين سواء كان نيكد فيروس أو انفلوبت فيروس أنا نتج عندي كابسيد وجواته جينيتك ماتيريال، جواته جينيتك ماتيريال. تمام؟ إذن لهلأ حكينا عن عملية الاتاتشمنت اللي هي عملية اتصال الجليكوبروتين of the virus مع الريسبتر الموجود على الخلية. الطريقة الثانية أو الخطوة الثانية عملية البنتريشن، أنا ما بدي بس أضل متصل وهيك برا، لا أنا بدي أدخل لجوا الخلية. قلنا الفيروس ولا يمكن إنه يتكاثر بدون ما يدخل جوا الخلية. كيف بدخل جوا الخلية؟ لو كان نيكت بدخل على السريع، لو كان انفلوب بده يسلم الانفلوب تبعه لا السيل ممبرين. أوكي؟ عن طريق الفيوجن أو الاندوسايتوسيز. لو ما فهمتوا فكرة الفيوجن والاندوسايتوسيز مو مشكلة، احنا اوريدي رح نفصل كل هذا الكلام لما نبلش نقرأ بالسلايدات، بس أنا عم بشرح لكم الفكرة العامة. اتفقنا؟ احنا بنعرف إنه الكابسيد هو عبارة عن بروتين، صح ولا لا؟ بتيجي عندي الخلية بتفرز مجموعة من الإنزيمات اللي بنسميهم السيلولر، إنهم جايين من الخلية، بروتيولايتك يعني بيكسروا البروتين، إنزيمز إنزيمات بتكسر البروتين. من هو البروتين؟ اللي هو الكابسيد. فبتيجي هاي الإنزيمات بهاي الطريقة بتبلش تكسر تكسر في الكابسيد، فبالتالي ايش رح يصفي عندي بالنهايه؟ في عنا فقط في عنا جينيتك ماتيريال اوف ذا فيروس. هلا هاي العمليه اللي هي عمليه تكسير عمليه تكسير الكابسيد شو بنسميها؟ بنسميها عمليه الان كوتينج، الان كوتينج. تمام؟ ومن هون ممكن يخطر على بالنا سؤال، يا جماعة برأيكم هل بيصير أبلش عملية الريبليكيشن تبعت الفيروس بأنكوتينج بعديها بنتريشن بعديها اتاتشمنت؟ الجواب لا، لازم بالترتيب. أول إشي اتاتشمنت لأن بعتبرها أهم خطوة، بعديها بنتريشن بعديها أنكوتينج. بالنهاية شو بصفي عندي؟ شو النتيجة اللي طلعت عندي؟ جينيتك ماتيريال. طبعا إحنا بنعرف إنه جينيتك ماتيريال of the virus قد تكون DNA أو RNA، وبرضه كمان رح نفصل بهذا الموضوع. هلأ هاي جينيتك ماتيريال أنا شو بدي أعمل؟ بدي أكترها. ليش بدي أكترها؟ حكينا إحنا الهدف من كل هذا الكلام فعلياً إني أكون آلاف الفيروسات. تمام؟ فبدي أعمل آلاف الجينيتك ماتيريال، بدي أعمل آلاف البروتينات اللي هي لحتى أعمل برضه كمان كابسيد جديدة لحتى أحطهم يعني أغلف الجينيتك ماتيريال فيهم. فبشكل عام بشكل عام أول إشي رح نبلش إيش نعمل؟ رح نبلش أول إشي نصنع إشي بنحكي عنه الـ Early Proteins. شو هم الـ Early Proteins؟ اللي هم عبارة عن الإنزيمات يلي رح نحتاجهم لحتى نكثر من عدد الـ Genetic Material تبعت الفيروس، زي مثلاً البروتينات اللي بتساعدنا في عمليات الـ Transcription والـ Translation والـ Duplication. هدول الإنزيمات كلهم إيش بدي أعمل؟ بدي أبلش أصنعهم. بعديها بدي أبلش أعمل عملية تضاعف لمين؟ للجينيتك ماتيريال. أوكي؟ هاي الجينيتك ماتيريال دخلت عندي وحدة، بلشت أضاعفها 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 أضاعفها. شايفين كيف المضاعفات عم بتصير؟ طيب، وتالت شي بدي أعمل إيش؟ بدي أبلش أكون الستركتشرال بروتين، ستركتشرال بروتين. مين هم الستركتشرال بروتين؟ اللي هم الجلايكوبروتين يلي اصلا ساعد الفيروس على انه يتصل مع الخليه ويدخل جواتها، وبرضه الكابسيد. تمام؟ فبلشت اصنع جلايكوبروتينات، بلشت اصنع كابسيد كثيره، هي كابسيد 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 كابسيد. تمام؟ فانا بهاي الحاله كونت الكثير من الجينيتك ماتيريال، كونت الكثير من البروتين. طيب بعدها شو بدي أعمل؟ بعدها بدي أجمعهم وكأني فعليا عم بشتغل في مصنع، سبحان الله سبحان الخالق. أوكي؟ بدي أصير أجيب هدول الجينيتك ماتيريال الكتار
شو أعمل؟ أغلفهم بشو؟ أغلفهم بكابسد، أغلفهم بكابسد. تمام؟ هينا بلشنا نغلفهم بكابسد وبلشنا نرش عليهم رشة جلايكوبروتينز. فبالتالي أنا تقريبا إيش صار عندي؟ الفيروس جاهز، صار عندي الفيروس إيش ماله؟ جاهز. شايفين كيف حولنا جينيتك ماتيريال الوحدة لكمشة فيروسات؟ هلأ مجرد ما كانت عندي الـ 3D structure تبعت الفيروس أوكي وتمام وأمورها صح، فبالتالي رح أحكي عنه هذا mature virus. mature viruses، أنا هون بلشت أكون mature viruses وبدي أطلقهم لخارج الخلية عشان يروحوا برضو كمان عند خلايا تانية ويعملوا فيهم برضو كمان نفس القصة ليبلش الانفكشن ينتشر ويبلش الفيروس يكبر أكثر وأكثر يوصل لخلايا أكثر. هسا هاي العملية هي عملية التجميع، شو بنسميها؟ بنسميها عملية الأسمبل، أسمبلينج، أوكي؟ هاي العملية بنسميها الأسمبلينج. وعملية أني أطلع الماتيور فيروس لخارج الخلية بنسميها عملية الريليزينج، بنسميها عملية إيش؟ عملية الريليزينج. هلأ هاي الريليزينج برضو كمان بتختلف، هل أنت انفلوبد فيروس ولا أنت نيكت فيروس؟ هالمرة النيكت فيروس كان غدار. ليش غدار؟ تتذكروا أول الطريق تبعنا؟ حكينا لو أنت نيكت فيروس تفضل على البيت أهلا وسهلا فيك بدون ما تسلم الانفلوب تبعك. تخيلوا هسا النيكت فيروس شو رح يعمل؟ رح يقتل الخلية ويفجرها، رح يقتل الخلية ويفجرها، فالخلية رح تموت وتنفجر وتطلق كميات هائلة من الفيروسات. شو رح يكون نوع هاي الفيروسات طالما هي انفجرت؟ نيكت فيروسز. تمام؟ بينما الانفلوب فيروس لا، بيكون شوي يعني أحسن من النيكت فيروس. شو رح يعملوا؟ رح يعملوا لي إيش نحكي عنه؟ البودينج. برضو كمان هذا رح نشرحه إن شاء الله في نهاية المحاضرة. شو يعني بودينج؟ نعتبر هذا هو السيل ميمبرين، أوكي؟ هاي نحكي جينيتك ماتيريال، هاي جينيتك ماتيريال، أوكي؟ باجي بجيب الجينيتك ماتيريال بهاي الطريقة، رح يكون عندي هون مجموعة طبعاً من البروتينات الموجودة، أوكي؟ رح أبلش أجمع بهاي الطريقة، هيك أعملهم بودينج زي كأنهم برعم. وبالنهاية شو أعمل؟ بالنهاية أطلق الفيروس بهاي الطريقة. فبيكون عندي فيروس في داخله، في عنا جينيتك ماتيريال وفي حواليه اللي هو البروتينات والأشياء اللي بيحتاجها والإنفلوب برضو كمان تبعه. اللي حصله من وين؟ من وين حصل الإنفلوب تبعه؟ من السيل ميمبرين تبع الخلية، أوكي؟ سو إذا أول ما الفيروس يشوف في ريسبتر خاص فيه بيروح شو يعمل؟ بيروح يرتبط فيه. هاي الفيروس وهي الريسبتر، شايفين كيف؟ أوكي. بعدين هاي العملية شو بنسميها؟ بنسميها الاتاتشمنت او الادزوربشن. انتبهوا انها اد بحرف الدي، اوكي؟ ادزوربشن زي كانها اتاتشمنت، اشي موجود على السطح، اوكي؟ مرحلة الاختراق، فلو كان الفيروس عنده غلاف اللي هو الانفلوبت، شو رح يعمل؟ لازم يرجع الغلاف تبعه، اوكي؟ ويدخل ويعمل لنا بنتريشن. بينما لو كان هذا الفيروس ما عنده غلاف، كان نيكت، رح يدخل على طول. شوفوا كيف؟ هاي النون انفلوبت فيروس دخل على طول، الانفلوبت فيروس سلم الانفلوب تبعه بعديها دخل، سلمه بوحدة من الطريقتين، يا فيوجن يا اندوسايتوسز. كمان شوي رح نعيدهم، اوكي؟ فعادي. بعديها حنعمل انكوتينج. شو يعني انكوتينج؟ يعني بدنا نتخلص من الكابسد. كيف رح نتخلص فيها منها؟ عن طريق مجموعة من الانزيمز بنسميهم السيلولار بروتيولايتك انزيمز. هدول السيلولار بروتيولايتك انزيم حيكسروا الكابسد. شايفين كيف هون كان عندي كابسد و ار ان اي او دي ان اي، رح يصير عندي نو كابسد، بس انا في عندي هون جينيتك ماتيريال، اوكي؟ بعدين رح يصير في عندي عملية الترانسكريبشن والترانسليشن والسينثيسيس للدي ان اي او الار ان اي وتكوين البروتينات اللي بنحتاجهم في الريبوسومات. رح ننتج كميات هائلة من اللي هو مين؟ المادة الوراثية، وكميات هائلة برضو كمان من البروتينات، وحنعمل لهم هالمرة assembling. شو يعني assembling؟ يعني حنجمعهم كأننا نحن في مصنع، فصفى في عندي كمية كويسة من الفيروسات. هلأ شو بدي أعمل بعد ما عملتهم assembling؟ بدي أروح أطلقهم لخارج الخلية عن طريق الريليزينج. بيطلعوا لخارج الخلية وبيبلشوا يزيدوا للإنفكشن ويصيبوا برضو كمان خلايا تانية ويخلوهم infectious ويبلش يعمل لنا دمار في التشو. تمام؟ هنعنا تقريبا من 7 إلى 8 خطوات. أول خطوة بنسميها الاتاتشمنت أو الادزوربشن، عملية اتصال الفيروس بمين؟ عملية اتصال الفيروس بالخلية. واتفقنا مهم جدا تكونوا عارفين
إنه الفيروس شو بيكون عليه؟ جلايكوبروتين. الخلية شو بيكون عليها؟ ريسبتر وليس العكس. طيب انتبهوا، بعد ما مسك الجلايكوبروتين في الريسبتر بده يدخل لجوا عن طريق البنتريشن، بعديها بده يعمل لي أن كوتينج، بعديها بده يدخل في السينثيتيك فيز اللي فيها تقريبا 3 خطوات أو خطوتين تختلف حسب الفيروس. أول شيء بدنا نصنع الايرلي بروتينز اللي هم الإنزيمات اللي بحتاجهم لأكثر الجينوم والبروتينات، بعديها بدي أصنع الجينيتيك ماتيريال سواء كان الدي ان اي أو ار ان اي، وآخر شيء بدي أبلش أصنع البروتينات اللي هي عبارة عن الكابسيد والجلايكوبروتين. بعديها بدي أجمع هاي المكونات اللي صنعتها، بدي أجمعهم مع بعض عن طريق الأسمبلي لحتى يصيروا ماتشيور. مجرد ما صاروا ماتشيور بدي أعملهم ريليز خارج الخلية. تمام؟ هلأ موضوع السينثيتيك فيز اللي هي عملية التصنيع بالمصنع، هاي رح نفصلها بالمحاضرة الجاية لأنها للأمانة هيك شوي بتلخبط، وأتوقع أغلبكم أصلاً مواجه صعوبة في هذا الموضوع. تمام؟ فهذا رح يكون للمحاضرة الثانية. نحن بهاي المحاضرة رح نفصل الاتاتشمنت ونعطي examples وكذا، والpenetration والuncoating والassembly والrelease إن شاء الله. أوكي، لفينا بعض الترمز لازم نكون عارفينهم قبل ما نبلش في المحاضرة. طبعاً رح يمروا علينا في المحاضرة، بس عشان إنه من كثرة ما تشوفوهم كثرة ما تعيدوهم إن شاء الله تطلعوا حافظينهم. أوكي، أول إشي في عنا إشي بنحكي عنه الإيكليبس فيز. شو هي الإيكليبس فيز؟ شايفين اللي أخذناه فوق، عملية الاتاتشمنت والبنتريشن والأنكوتينج والسينثيسز والأسمبلي، هدول كلهم بيصيروا في فيز، يعني فترة زمنية بنسميها الإيكليبس فيز، بنسميها الإيكليبس فيز. تمام؟ وبمرحلة الإيكليبس فيز I cannot detect the virus، يعني أنا لو عملت فحص للشخص اللي انصاب بهذا الفيروس وهذا الفيروس ما زال جوا الخلية عم بيعمل لي بخطوات البنتريشن والأنكوتينج وما زال موجود في الإيكليبس فيز، رح يبين عندي الفحص نيجاتيف إنه هذا الشخص مو مصاب بهذا الفيروس. متخيلين؟ نيجي على تاني خطوة أو تاني فيز اللي هي مرحلة التصنيع السينثيتيك فيز. شو بدي أكون بالسينثيتيك فيز؟ بدي أكون جينيتيك ماتيريال وبروتينات. ثالث مصطلح اسمه البيرزيستنت انفكشن. شو يعني البيرزيستنت انفكشن؟ فعليا البيرزيستنت انفكشن هو مصطلح بطلقه على بعض أنواع الفيروسات. تمام؟ هلا البيرزيستنت انفكشن منقسمه إلى قسمين ورح نشرحه برضو كمان بنهاية المحاضرة وبيجي عليه أسئلة. عنا نحن الكرونيك انفكشن، وبرضو كمان في عنا الليتنت انفكشن. طب شو الفرق ما بين هدول الاثنين؟ الكرونيك انفكشن زي ال HIV مثلا، بال HIV بيكون في عنا continuous production للفيروس. تمام؟ continuous production of the virus. بينما بالليتنت لا، كأنه الفيروس عم بيعمل بريك، بروح يتخبى في داخل الخلايا، I cannot detect it في لما أجي أفحص، بضل متخبي ما عم بتكاثر. مجرد ما صار في عنا دروبينج في الإميونيتي، قلت المناعة، صار عند الواحد ستريس، مرض كذا، ببلش يظهر هذا الفيروس ويتكاثر. تمام؟ هذا بنسميه latent، يظهر بوقت متأخر. وفي عنا كمشة فيروسات بنحكي عنها latent viruses، رح نحكي عنها إن شاء الله بنهاية المحاضرة، ودائما الدكتور بسألكم عنهم. أوكي؟ إذا حكينا عن الإيكليبس فيز، حكينا عن السينثيتيك فيز، حكينا عن البيرزيستنت انفكشن. طب شو رابع مصطلح لازم نكون عارفينه؟ اللايتك فيز. إيش هو اللايتك فيز؟ هي تقريبا بتكون المرحلة الأخيرة حتى باللايف سايكل. هاي الخلية بلش يتكاثر عندي فيها الفيروس، نرسم نجوم على أساس إنها فيروس، بلش يتكاثر عندي الفيروس، صار عندي ريبليكيشن للجينوم وريبليكيشن للكابسيد. شو رح يصير؟ رح يصير لايسز، يعني رح تنفجر الخلية وتنطلق كل هاي الفيروسات لبرا. هاي الفيز بسميها اللايتك فيز. هل موجودة عند كل الفيروسات؟ لا، موجودة عند النيكت فيروسز. تمام؟ خامس مصطلح بدنا نحكي عنه هو الستركتشرال بروتين والنون ستركتشرال بروتين. حكينا عنه، قلنا النون ستركتشرال بروتين زي الانزيمز، والستركتشرال بروتين زي الجلايكوبروتينز والكابسيد. المصطلح اللي بعده هو الماتوريشن. الماتوريشن يعني نضوج الفيروس. شو يعني نضوج الفيروس؟ كوننا فيروس، هذا الفيروس قادر to initiate an infection. اوكي، قادر على انه يعمل لي infection، فبحكي عنه mature virus. تمام؟
آخر مصطلح نكون عارفينه اسمه الـ transformation. هذا المصطلح رح تفصلوا فيه أكتر في المحاضرة اللي جاية وبالباثولوجي تبعت الكانسرز. أوكي؟ إنه فعلياً أنا من infection، من viral infection أو بسبب وجود فيروس تحول وجود هذا الفيروس إلى كانسر. زي مثلاً لما الواحد ينصاب بهيباتيتس سي فهو معرض إنه ينصاب بكانسر، بكارسينوما. أوكي، اللي هي هيباتوسيلولار كارسينوما اللي هو الكانسر إحنا مبدئنا نحكي. أوكي، هدول الترمز رح نعيدهم برضو كمان هلأ نحن عم نمشي في السلايدات. هدفي إنه مع كثرة الإعادة يتثبت الموضوع عندكم. وهلأ يا جماعة بسم الله خلينا نبلش في السلايدات. أول سلايد بتحكي لنا عن viral replication terminology، بعض المصطلحات. أول مصطلح بنحكي عنه multiplicity of the infection اللي هو عبارة عن نسبة الانفكشوس agent، الانفكشوس agent كم فيروس موجود عندي أنا، أوكي، على الانفكشن تارجت، قديش خلية صارت انفكشوس، تمام؟ يعني كم عدد خلينا نرتبها، عدد الفيروسات، نسبة عدد الفيروسات على الخلايا المصابة. طيب شو بيفيدني أعرف هاي النسبة؟ بيفيدني طبعاً لحتى أعرف مدى خطورة هذا الانفكشن، مدى سرعة انتشار هذا الانفكشن. أوكي، فبنسمي هذا المصطلح multiplicity of infection. تاني مصطلح الإيكليبس فيز حكينا عنه فوق. This is the period during which the input virus become uncoating. تمام، هي الفترة اللي الفيروس صار فيها uncoated في داخل الخلية، مدة تقريباً 10-12 ساعة. Synthetic phase اللي هي عبارة عن the time during which the new viruses particle are assembled. أوكي، المدة اللي صار فيها الفيروس عاملين لي assembling، كونوا لنا DNA capsid. هدول DNA والcapsid التقوا مع بعض وتجمعوا مع بعض، فبسميها synthetic phase. بالنسبة لل latent period حكينا هي ال period اللي بتكون فيها اللي هو الفيروس متخبي وين؟ في جوا الخلية، لسه ما أطلق للخارج. فNo extracellular viruses can be detected لأن الفيروسات متخبية في داخل الخلية، فبسميها latent period. وبرضو كمان بالeclipse phase I cannot detect الفيروسات برضو كمان. أوكي، الburst size يعني الخلية هاي الوحدة لما انفجرت أو لما صار لها lysis أكم فيروس أعطتني. مثلا لو كان عندي خليتين، هاي الخلية الأولى هاي الخلية الثانية، التنتين انصابوا بنفس الفيروس، الخلية الأولى أطلقت 30 فيروس، الخلية الثانية أطلقت 50 فيروس، فالبرست سايز عند هاي الخلية رح يكون أعلى. أوكي، هون شرح للكلام اللي قلت لكم إياه، تقدروا هيك تخلوه عندكم. طيب شوفوا هذا الرسم، هاي الرسمة لازم تكونوا عارفين إنها إيش بيمثل هذا الجدول أو هاي الرسمة. بنسميها الـ One Step Virus Growth Curve. تمام، هاي أول شغلة لازم تكونوا عارفينها عن هاي الرسمة. تاني شغلة، هنا بنلاحظ إنه كان عندنا زيرو فيروس، مجرد ما الفيروس دخل الخلية مش على طول انتشر على طول بين، لا، أو شو صار عنده الإيكليبس فيز، بلش عندنا يعمل لنا اتاتشمنت، بلش يعمل لنا بنتريشن، انكوتينج والعمليات المختلفة، وبعديها إيش؟ بلش يصير في عندنا فيروس برودكشن، بلش يطلع لنا فيروس 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 بكميات كبيره كميات كبيره كميات كبيره لغايه ما وصل اللي هو البلاتو. عشان البلاتو يعني وصل الماكسيمم نمبر اوف ذا فيروسز ويتش كان بي برودوسد باي ذا سيلز. يس، هون صار عندنا ستارتنج للفيروس برودكشن زي ما انتم شايفين، وبعديها صار عندي بيرست. مجرد ما صار عندي بيرست، وين صاروا هدول الفيروسات؟ صاروا في الاكسترا سيلولر، صاروا في الاكسترا سيلولر، وهدول I can detect them. أوكي، شوفوا هنا كيف، هون بقولنا عن ترتيب الخطوات في latent period. شوفوا بالlatent period شو بصير عندي في عملية synthetic phase. أول إشي بكون early enzymes، بعديها النيوكليك أسيد اللي نفسها genetic material، وبعديها البروتين كوت اللي هو الكابسيد والانفلوب، وبالنهاية أو يس الكابسيد، بعديها بعملهم assembly، وآخر شي بعمل لهم release. هذا الشرح عندكم على الرسمتين لو بتحبوا تقرأوا. in the first 10 minutes صار عندي eclipse period، صار عندنا disassembly uncoating للفيروسات. لهيك أنا بعتبر إنه عدد الفيروسات هون إيش ماله؟ zero. ليش zero؟ إنه أساساً صاروا الفيروسات immature. after the eclipse phase ببلش بالproduction، عملية الproduction وإنتاج الفيروسات. when achieving the plateau the virus production from the cell
I can detect it extracellularly. تمام؟ اللي هو لما أوصل للبلاتو معناته أنا بلشت to detect هدول الفيروسات في خارج الخلايا وصار عندي burst. Picture 2 حكينا عنها أو شيء early enzymes، بعديها nucleic material، بعديها nucleic acid، وآخر إشي الكابسيد والجلايكوبروتين. Synthetic phase هاي رح نفصلها إن شاء الله أكتر بالمحاضرات اللي جاية، بس حكينا إن إحنا replication بصير عندي لإني أعمل replication للجينوم ولازم أعمل replication للبروتينات. هاي البروتينات ممكن تكون structural، قد تكون non-structural. يعني هاي المعلومة لو إجاب لكم الدكتور عليها سؤال شو الفرق بين structural وال-non-structural ولطوا فيها يا ويلكم، عدناها مليون مرة. أوكي؟ طيب هلأ الريبليكيشن وين بصير؟ قد يصير في النيوكليوس وقد يصير في السيتوبلازم، وهاي المعلومة مهمة برضو كمان دكتور بجيب عليها أسئلة. هلأ all the DNA viruses replicate in the nucleus except what؟ The pox virus. ليش؟ لأن البوكس فيروس معروف إنه حجمه كبير. ترى البوكس فيروس الدكتور بحب يسأل عن حجمه، أوكي؟ فالبوكس فيروس حجمه كبير، ما بيقدر يدخل للنيوكليوس عن طريق البورز، فبيضل في السيتوبلازم وبتكاثر بالسيتوبلازم. كيف بتكاثر؟ رح نعرف المحاضرة اللي جاية. All RNA viruses replicate in the cytoplasm except what؟ Except اللي هو الإنفلونزا. وأيضا ال HIV هدول they replicate in the nucleus، وبرضو كمان هدول مهمين جدا جدا. طيب بحكي لي هون معلومة الدكتور حكى لكم إياها. هلأ إحنا عنا DNA viruses بيحبوا النيوكليوس، وفي عنا RNA viruses بيحبوا السيتوبلازم بشكل عام. أوكي؟ ال DNA أو النيوكليوس تبعت الإنسان الأصل إنه فيها مجموعة من الإنزيمز اللي ممكن تساعد هذا ال DNA virus في عملية الريبليكيشن، فلهيك حاجة الـ DNA virus إلى early proteins أقل من حاجة الـ RNA viruses. تمام؟ So the DNA viruses depend on the cellular machinery. أوكي؟ بتعتمد أكثر إشي على الخلية in its replication. So it cannot pack their own enzymes. بالتالي DNA virus ما عندها خطوة الـ early enzyme synthesis. هلأ بصراحة هي عندها هاي الخطوة بس بتكون أقل من مين؟ من الـ RNA virus. تمام؟ هاي الخطوات تطبق بشكل أكبر على الـ RNA virus لأنه فعلياً يعني إحنا بجسمنا لنا DNA. أوكي؟ الفيروسات قد يكون DNA قد يكون RNA. لو كان DNA بيقدر يستخدم الإنزيمات تبعوني، لو كان RNA ما بيقدر يستخدم الإنزيمات تبعوني، فهو بحاجة إنه يصنع إنزيمات خاصة فيه. عرفتوا كيف؟ أوكي. The replication cycle, the virus replication can divided into 8 stages. حكينا هذا الكلام. Regardless of their host, all the viruses must undergo كل خطوة من الخطوات اللي نحنا حكينا عنهم. Not all the steps described here are detectable as a distinct stage for the virus. يعني بشكل عام اللي بهمنا من هذا الكلام إن نكون عارفين إن الخطوات مهمة، لازم يصير الموضوع بالترتيب، لازم كل فيروس يمر بكل مرحلة من المراحل اللي حكيناها، وإلا ما رح يصير له ريبليكيشن. تمام؟ رح يصير خلل في الريبليكيشن تبعه. هاي الصورة إعادة للكلام اللي حكيناه. أول شي بصير في عنا attachment ما بين الجلايكوبروتين وما بين الريسبتر، بعديها بصير في عندي penetration، بعديها uncoating. شوفوا كيف راح الكود تبعها، بس ضل عندي genetic material. هاي genetic material تدخل في synthetic phase، بصير replication للgenetic material وال كابسيد والبروتينات المختلفة، بعدها بصير لهم assembly وماتوريشن، وبعدها بصير لهم ريليز. هلأ الدكتور هون بيحكي لكم إنه عملية الماتوريشن ممكن تصير في داخل الخلية أو في خارج الخلية. تمام؟ أوكي، هو لازم كان السؤال ما بين جوابه. طيب هذا سؤال إجانا في أحد السنوات. أوكي؟ Which of the following is the next step after the attachment and the penetration? أكيد طبعاً الـ uncoating. يعني لو جاكم هيك سؤال حرام تغلطوا فيه. هذا السؤال من أحد السنوات إجا. أوكي؟ نبدأ هذا السؤال السنوات الوحيدة اللي إجا على الأشياء اللي هلأ أخذناها. الماتوريشن حكينا ماتوريشن when the protein get their final 3D shape. خلاص حصلت على الفاينل 3D shape. حصلت على الفانكشن. صار عندي structure وفانكشن. كفيروس فبسموني ماتشور فيروس. أنا ماتشور فيروس إذا أنا بقدر أعمل
infection. اوكي انا الماتوريشن تبعتي وين ممكن تصير؟ يا اما جوا الخليه هون او برا الخليه. هاي نفس الشيء اعاده. هلا رح نبلش نفصل بالستبس اللي نحن حكينا عنهم هلا بشكل اساسي ونحكي عن وحدة وحدة. وهلا رح نبلش نحكي ونفصل اكثر عن الاتاتشمنت والادزوربشن. نقرا سريعا الاتاتشمنت. الكلام هذا كله حكينه The virus attachment consists of specific binding of a virus attachment protein to a cellular receptor molecule. شو بهمنا من هذا الكلام؟ هي ملخصها. الخلية عليها ريسبتر، الفيروس عليه جلايكوبروتين، مش العكس. Target receptor molecule on cell surface may be protein or carbohydrate or سيبكم سكيب إنه ريسبتر ممكن يكون ريسبتر عبارة عن بروتين، ريسبتر قد يكون جلايكوبروتين، قد يكون كربوهيدرات. إن هاي أشياء معروفة الأصل. Some complex virus like the pox virus like the herpes virus use more than one receptor and have an alternative route of the uptake into the cells. طيب ركزوا معي، هاي مهمة، هاي بيجي عليها سؤال. شو بيجي بيحكي لكم الدكتور؟ Which of the following is an example on a complex virus؟ مين هم الcomplex virus؟ البوكس والherpes virus. ماشي، هاي أول معلومة لازم تكونوا عارفينها. تاني معلومة بدكم تكونوا عارفينها إنه البوكس والهيربس وبرضو كمان شو حنعطي more examples زي HIV بيحتاجوا لمور than one receptor. يعني إحنا المثال اللي شرحناه فوق كان one receptor بيشبك عليه glycoprotein. هدول الفيروسات لا بيحتاجوا أكثر من receptor واحد، حتى بنسميه الكوريسبتر، الريسبتر المساعد. أوكي فمثال عليهم البوكس فيروس، الهربس فيروس، وضيفوا لي كمان الـ HIV. الأدزوربشن هو نفسه الأتاتشمنت لو كان عندي انفلوبت فيروس. بس في شغلة نسيت أحكي لكم إياها. هلا أنا متى بسأل عن إذا هذا الإشي انفلوب أو مش انفلوب؟ في عملية الأتاتشمنت، في عملية الأتاتشمنت بسأل إذا أنت انفلوب أو مش انفلوب. في عملية البنتريشن بسأل إذا أنت انفلوب أو مش انفلوب. أوكي وفي عملية الريليزنج اللي هي آخر خطوة، بسأل هل أنت انفلوب ولا نيكت. ماشي، أما الباقي كلهم متشابهين بكل إشي. هلأ لو كان عندنا نحنا انفلوبت فيروس، فهذا الانفلوبت فيروس في عليه سبايكس أو في عليه جلايكوبروتينز موجودين على الانفلوب تبعه. هدول السبايكس والجلايكوبروتينز حيرتبطوا على الريسبترز الموجودين بالخلية ويعملوا لي اتاتشمنت. حلو حلو. أما لو كان نيكت فيروس فبرضو كمان الكابسد وليس الانفلوب بيكون عليها مجموعة من السبايكس ومجموعة من الجروفز. أوكي هدول السبايكس والجروفز بيجوا يرتبطوا برضو كمان على الريسبترز الموجودين على السل وبيعملوا لي بهاي الحالة الاتاتشمنت. تمام؟ إذا الموضوع هذا سهل، هاي السلايد سهلة. طيب في عندي مصطلح نحكي عنه الهوست رينج، مش عارفة شو الإجابة بصراحة بهاي السلايد. الهوست رينج معناته أنا كفيروس كم كائن حي بقدر أصيبه. مثلاً الإنفلونزا تقدر تصيب الإنسان اللي هو الهيومن وتعمل لنا الإنفلونزا المعروفة، وبرضه كمان تقدر تصيب البيردز بتعمل لنا إنفلونزا الطيور، بتعمل لنا إنفلونزا الخنازير، تصيب البيجز. عرفتوا كيف؟ في فيروسات بتصيب أكثر من كائن حي وهذا المصطلح بنسميه الهوست رينج. فلو سألكم الدكتور what is the host range of the influenza؟ بتحكي إنه بصيب الهيومن والبيرد والحيوانات التانية. أوكي so the collection of the hosts that an organism can utilize as a partner. cellular tropism، شو هو التروبيزم يا جماعة الخير؟ cellular tropism معناته أنا كفيروس شو هي الخلايا اللي أنا بستهدفها. مثلا الإنفلونزا بتحب تستهدف الـ upper respiratory tract cells. طيب الهيباتيتس بي بحب يستهدف الهيباتوسايت. عرفتوا كيف؟ هذا بسميه cellular tropism، the cells and the tissues of a host اللي هو الإنسان which support the growth of a particular virus. بحب يعيش هناك لأنه هم يعني فيهم environment وبيئة بتحفزوا على النمو والتكاثر وما إلى ذلك. طيب هلأ هدول نوتات الدكتور حكى لكم إياها بالمحاضرة. الدكتور صار يسألكم سؤال إنه مين أحسن برأيكم، النيكد فيروس ولا الانفلوبت فيروس للفيروس؟ الدكتور صار يحكي لكم إنه الأفضل هو النيكد فيروس، لأنه النيكد فيروس بيكون قادر على تحمل التمبريتشر والبي اتش أكثر من الانفلوبت فيروس. تمام؟
يعني هاد دكتور حكى لكم إياها، رغم إنه الموضوع يعني جيت أبحث عنه الموضوع شوي عليه اختلاف، لأنه ال enveloped virus بيقدر يعمل لنا evading للإميون سيستم، بينما ال naked virus ما بيقدر يعني يحمي نفسه من الإميون سيستم. أوكي، بس أنتوا احفظوا زي ما حكى لكم الدكتور. في نوت تانية، هل نحن بنقدر نحول ال enveloped virus ل naked virus؟ هل برأيكم لما أشيل منه ال envelope بصير اسمه naked virus؟ جواب لا، ولا يمكن إني أحول ال envelope ل naked، ولا يمكن إني أحول ال naked ل enveloped. تمامي؟ تمامي؟ تمام؟ أوكي. السيلولار تروبيزم يعني أنا كفيروس شو هي الخلايا بستهدفها لتدعم تكاثري. احفظوا دور الأمثلة. دكتور بس حكى لكم عن الإنفلونزا، بس على دورنا يعني حكى لنا عن هدول، وبتذكر إنه بحبهم السارس كوف 1 والسارس كوف 2. إنفلونزا والسارس كوف 1 بحبوا الـ upper respiratory tract، سارس كوف 2 بحبوا الـ lower respiratory tract. تمام. هلأ دكتور بدأ معكم بسؤال، برأيكم يا ترى هل من الممكن إنه نلاقي نحن الفيروس الواحد فيه عليه أكثر من 1 glycoprotein؟ ممكن يحتاج أكثر من 1 glycoprotein ليعمل لنا عملية الاتاتشمنت ويقدر يعمل penetration ليدخل الخلية؟ الجواب يس. من الإكزامبلز عندي هو عندنا مثلا الانفلونزا فيروس، وبرضه كمان إكزامبل تاني عندهم أكثر من 1 glycoprotein الـ HIV فيروس. تمام. الـ HIV فيروس بيكون عنده GP120 و GP41، الانفلونزا فيروس بيكون عنده الـ HA والـ NA. هاي السلايد انسوكم منها، افهموا بس فكرتها. بالنسبة لهون الدكتور كمان رجع سألكم، برأيكم طيب بما أنه نحن ممكن نستخدم أكثر من 1 glycoprotein، ممكن الفيروس يحتاج لأكثر من 1 receptor to bind to it لحتى يعمل عندي penetration؟ برضو كمان الجواب يس. إذا ممكن يكون عندي أكثر من 1 glycoprotein، ممكن كمان برضو يكون عندي أكثر من 1 receptor. هاي الإكزامبل عندي اللي هو الـ HIV. الـ HIV يا سادة الكرام بيحتاج لأنه يرتبط بالـ CD4 receptor وبرضو لـ co-receptor. شو اسم الـ co-receptor which are very important؟ CCR5 CX CR4. تمام. إذن بشكل عام في فيروسات الجلايكوبروتين تبعها بيحتاج إنه يرتبط مع 1 receptor، وفي فيروسات الجلايكوبروتين بيحتاج إنه يرتبط مع more than 1 receptor، لأنه 1 receptor ما بيكون كافي لإلها ليعمل عندنا الاتاتشمنت والإنتري والريبليكيشن. زي مين مثلا؟ زي الـ HIV. وبرضو كمان فوق حكينا عن examples زي البوكس فيروس، زي الهيربس فيروس. وبرضو كمان في عنا فيروسات عندها 1 glycoprotein على سطحها زي الكورونا فيروس، وفي عنا فيروسات بيكون على سطحها more than 1 glycoprotein زي الانفلونزا عندها ال NA وال HA، وال HIV عندها ال GP120 وال GP41. شوفوا these are examples of the viral receptor. هون في عنا ال HIV. الـ HIV بلاحظ إنه التارجت سيل بروح عند الخلية يلي اسمها هيلبر تي سيل، بروح بيرتبط مع two types of the receptor، الأول CD4، الثاني كان الكوريسبتر. من هم الكوريسبتر؟ CCR5 و CXCR4. تمام. والإنفلونزا فيروس رح يرتبط مع ريسبتر، شو اسم الريسبتر تبعه؟ هو ريسبتر واحد اسمه سياليك أسيد ريسبتر. تمام. هلأ شايفين السياليك أسيد ريسبتر اللي هو ريسبتر اللي بيرتبط عليه الإنفلونزا، في عنا برضو كمان other viruses ممكن يرتبطوا عليه، مين هم؟ الريو فيروس والروتا فيروس. ولكن هون رح يكون في عنا مبدأ الكي واللوك. شو يعني كي واللوك؟ يعني ممكن الإنفلونزا يكون شكل السياليك أسيد تبعها مربع، الريو بيكون شكل المكان تبعها اللي تقعد عليه على السيالك أسد مثلاً مستطيل، الروتا مثلاً بيكون شكله مثلث. عرفتوا كيف؟ فهذا الإشي شوي بيزيد السبيسيفيسيتي تبعتهم. أوكي؟ ولكن هل يوجد ريسبترز بيرتبط عليهم أكتر من نوع من الفيروس؟ الجواب يس. مثال عليه سيالك أسد، وهي نقطة كتير مهمة. هاي شايفين كيف؟ السيالك أسد ريسبتر ممكن يتم استخدامه من استخدامه من أكتر من فيروس غير الإنفلونزا، ولكن الشكل تبعه بيكون يختلف، بس اسمه سياليك أسيد ريسبتر. أوكي؟
هلا بدنا ننتقل بحكينا عن ال HIV فيروس، والمعلومات اللي رح نحكيها عن ال HIV من هون لنهايه الفيرولوجي are very important. تمام، هلا ال HIV فيروس مهم نعرف انه هو يعتبر ريتو فيروس، هو يعتبر positive single stranded RNA فيروس. اوكي، صحيح انه هو positive ولكن it don't translate the mRNA directly. طب كيف رح تعملين لنا عملية الترانزليشن لل mRNA؟ رح ندرس هذا الاشي بالمحاضرة الجاي، وكثير مهم نعرف شو هي الطريقة لان الدكتور بيحب يسأل عنها. ال HIV virus is an icosahedral, has an icosahedral capsid. It is an enveloped virus ويعتبر segmented virus. التارجت سيل تبعته زي ما حكينا الهيلبر تي سيل، الهيلبر تي سيل. هلا بشكل عام خلايا اللي هم الليمفوسايت بنقسمهم الى بي سيل وتي سيل. التي سيل لها كثير انواع، اهم نوعين هم الهيلبر والسايتو توكسيك. الهيلبر تي سيل بيكون عليها ريسبتر اسمه السي دي 4، السايتو توكسيك تي سيل عليها ريسبتر اسمه السي دي 8. ال HIV مين بحب؟ بحب الهيلبر، لهيك رح يربط في السي دي 4 ريسبتر. اوكي يس، فهو بنلاقيه بيربط مع او بحب يستولي على الهيلبر تي سيل. حتى بنلاحظ انه هدول الاشخاص مع الوقت بصير الهيلبر تي سيل عددها يقل عند هدول الاشخاص، فمناعتهم بتقل. It replicate in the nucleus، حكينا all the RNA viruses replicate in the cytoplasm except HIV and influenza. اوكي هلا هاي ميزه في ال HIV virus، وهي بتحكي انه ال HIV has two copies of RNA. صحيح هو عنده RNA بس ما عنده RNA واحده، لا عنده RNA تنتين زي ما انتم شايفين. تمام، ما في عنده جلايكوبروتين واحده، عنده جلايكوبروتين تين. جلايكوبروتين 120 بيكون موجود على السطح زي ما انتم شايفينه، وجلايكوبروتين 41 بيكون متفرع منه وعامل امبيدنج في مين؟ في الكابسيد تبعت الفيروس. بيرتبط مع كم ريسبتر؟ بيرتبط مع السي دي 4 ريسبتر، وبيرتبط مع كو ريسبتر يلي هم السي سي ار 5 والسي اكس سي ار 4. تمام، حاترك لكم رابط هذا الفيديو في الديسكريبشن، بتمنى انكم تحضروه، كتير رح يفيدكم بانكم تتخيلوا موضوع ال HIV. هلا هذا السؤال اجى في احد السنوات، هو يمكن بكير بس كمان برضه رح تاخذوه بالسيرولوجيكال تيست، ورح تاخذوه كمان في المحاضره اللي جايه. An HIV positive patient ask you if you can tell him the chances of him progressing to symptomatic AIDS. احنا بنعرف انه نحن بدايه مرض الايدز اول شيء الواحد بينصاب بفيروس اسمه ال HIV. هذا ال HIV بيروح يستهدف اللي هم الهيلبر تي سيل، لما يروح على الهيلبر تي سيل يعني ببلش يعني يقتل في عدد الهيلبر تي سيل. مجرد ما يصير نسبتهم قليلة، اوكي عدد التي سيل قليل، معناته ايش؟ هذا المريض رح يصير اسمه مريض ايدز، وبصير عنده الاعراض سيمتوماتيك، ببلش يعني يحس في اعراض الايدز. اوكي، so which of the following test would be most useful لحتى نتأكد اذا هذا الاشخاص اذا هذا الشخص رح يتطور عنده ال HIV ويصير ايدز او ما رح يصير؟ ايش برأيكم الجواب؟ إشي موجود على الهيلبر تي سيل، أكيد السي دي 4، فالسي دي 4 ليمفوسايت كاونت، بدي أدور على عدد السي دي 4، لو كان عدد السي دي 4 أقل من 200 معناته هذا المريض يعني أي ثينك إنه بلش في إنه يصير مريض إيدز، لو كان أعلى من 200 معناته لا لساته اتش أي في بوزيتيف. أوكي؟ مثل ما نحن عندنا اتش أي في وإنفلونزا عندهم مور ذان 1 جلايكوبروتين، برضه كمان الهيباتيتس عندهم إي 1 وإي 2، تمام؟ نفس الشيء الانفلونزا 2 جلايكوبروتينز ال NA وال HA. هلا هون في عنا الفيروس فاميلي، الفيروس وال VAP اللي هو الفيرال اتاتشمنت بروتين، هو نفسه الجلايكوبروتين. الانفلونزا فيروس في عنا ال HA وال NA. ال HIV في عنا GP120 و GP41. هلا هون كثير مهم نعرف انه الانفلونزا فيروس has a 2 جلايكوبروتين، وكل جلايكوبروتين له مهمة مختلفة. ال HA نتذكر انه حرف ال H من hello، اوكي؟ فهلو بدها تساعدني to enter the cell لحتى اني ادخل السل، hello بدي ادخل الخلية. وال N رح تكون ايش؟ لانها تساعدني لاني اخرج من الخلية، اوكي؟ فهي الفرق ما بين ال NA وال HA، both of them are glycoproteins and both of them are important. وهذا مهم، اوكي؟
بالنسبة للهيربس سيمبلكس فيروس اللي هو عبارة عن انفلوبد فيروس، فهو عنده 3 glycoproteins. مين هم؟ الجي بي والجي سي والجي دي، تمام؟ فهي الانفلونزا فيروس هاف 2 في اي بي اللي هم الاتش اي والان اي. الانفلونزا فيروس بيحتاج الى نوعين من الجي بي، بس مو بنفس الوقت. الاتش اي بتساعدني في الدخول، الان اي بتساعدني في الخروج. الهيربس سيمبلكس فيروس برضو كمان في لها 3 glycoproteins، الجي بي الجي دي والجي سي. طب هلا بدنا نقرا هدول الفقرات ونلخصهم لانه كلام كتير. The influenza HA protein is one of the two types of the glycoprotein spikes on the surface of the influenza virus particles. And the other one is the NA. هون بحكي لك إنه الإنفلونزا إلها نوعين من الجلايكوبروتين. مين هم؟ HA وNA. صعب المعلومة؟ لا مش صعبة، عدناها مليون مرة. يعني مستحيل، ممنوع نغلط فيها، أوكي؟ طيب. هلأ تاني معلومة بيحكي لنا إنه الHA spike is composed of a trimer of three molecules while the الـ NA بتكون من تترامر، أوكي؟ لما أجي أطلع على شكل الـ HA حألاحظ إنه هو بتكون من 3 molecules بينما الـ NA بتكون من 4 molecules. صعبة المعلومة؟ لا مش صعبة. يلا اللي بعده. The HA spike are responsible for binding of the influenza virus to the influenza virus receptor. فهي بتعمل لي binding ما بين الفيروس وما بين الريسبتر تبعها. شو اسم الريسبتر؟ سيالك أسد، سيالك أسد أو الان أستيل نيورامينك أسد. أوكي صعبة هاي المعلومة؟ مش صعبة. أوكي. As a result there is a little cell type specificity imposed by this receptor interaction and therefore the influenza virus bind to a wide variety of different cell types. طيب هلأ لما أجي أحكي عن انفلونزا فيروس، فالانفلونزا فيروس دائما بيدور على السيالك اسيد ريسبتر، ماشي تمام. السيالك اسيد ريسبتر وين موجود؟ موجود في الابر ريسبيراتوري تراكت، وبرضه كمان موجود في اذر تيشوز موجوده في جسمي. فبالتالي هذا الاشي رح يخلي الانفلونزا مش سبيسيفيك لنوع معين من الخلايا، عادي هو بيصيب اي خليه، اهم شيء يكون فيها هذا السيالك اسيد ريسبتر. عرفتوا شو المقصود من هاي الجمله؟ هون بيحكينا عن المالتيبل ريسبتر، قلنا أهم مثال هو الـ HIV. الـ HIV بيحتاج لـ CD4 وبيحتاج للبيتا كيموكاين ريسبتر. حكينا زي مين؟ زي CCR5 و CXCR4، تمام؟ وفي عنا another example اللي هو الأدينو فيروس، بيحتاج للـ MHC1 class ريسبتر أو مونيكيول، برضو كمان بيحتاج للـ CAR ريسبتر. طيب وقفوا هذا الفيديو وحاولوا تجاوبوا هذا السؤال. السؤال بيحكي which of the following is incorrect about the adsorption step اللي هي عبارة عن ايش؟ ال attachment step. اوكي طيب الخيار الاول بيحكي لنا in the naked virus the adsorption necessarily facilitate the virus penetration. لو كان عندنا naked virus رح يكون ال penetration سهل، صح. A single spike receptor complex is insufficient for virus entry into host cell in the most viruses. في معظم الفيروسات فكرة إنه يكون في عنا complex ما بين one glycoprotein و one receptor قد تكون غير كافية في دخول الفيروس، برضو كمان صح. هلأ شوفوا هو حكالنا most viruses مش all virus، تمام؟ C بحكي لي the influenza virus has two glycoproteins. The NA has superior role in the viral penetration into the target cell than the HA. هل صح هذا الكلام برأيكم؟ ال NA بيساعدني أكثر في الانتري تبعت الفيروس من ال HA، ما هو حكينا ال HA هلو، صح ولا لا؟ فهاي غلط. Different viruses can use similar receptor on target cell to gain the entry، صح. مثال عليها السيالك أسد ريسبتر، هو عبارة عن one receptor استخدمته لأدخل أكثر من نوع من الفيروسات، كانت موجودة فوق. طيب E the neutralization of the spikes by antibodies is an effective way to prevent the viral entry. هلا هاي رح تاخدوها في المحاضرات اللي جاية بس بدي اشرح لكم اياها سريعا. هلا انتو بتعرفوا ان احنا في عنا ايش؟ هاي الفيروس والفيروس عليه spikes اللي هما اللي glycoproteins. انا ممكن اعطي هذا المريض antibodies، هيك بيكون شكل الانتيبوديز تقريبا، تمام؟
أنتيبوديز لحتى تقوي المناعة. أوكي، بيجوا هدول الأنتيبوديز بيرتبطوا هنا، فبيجوا شو بيعملوا بلوك لهدول الجلايكوبروتين وبيمنعوا إنه هذا الفيروس يرتبط مع مين؟ يرتبط مع الريسبتر الموجود على الخلية. هاي طريقة بنسميها نيوتراليزيشن، رح تفصلوها بالمحاضرات الجاية ورح تاخدوها إن شاء الله في مادة الإميونولوجي، فبرضو هاي الطريقة صح، فبالتالي الجواب هو إيش؟ سي. أوكي؟ تمام. هلأ بدي منكم برضو كمان تجاوبوا هذا السؤال بالكومنتات، which of the following is correct about the adsorption step. زي ما بتلاحظوا يعني هدول السؤالين سنوات، إذا الدكتور بدي يجيب لكم السؤال بيجيبه نفسه بس بيغير لكم كلمة، فانتبهوا اكتبوا لي جواب بالكومنتات وادرسوا لي هلا يا جماعه الخير موضوع الاتاتشمنت والادزوربشن. هلا نحن خلصنا الاتاتشمنت والادزوربشن وضل لنا بقيه الخطوات. اوكي، حكينا الاتاتشمنت والادزوربشن، يعني سوري طولت عليكم، اي هوب انكم عم بتسرعوا الفيديو. اهم شيء نكون عارفين ايش الفرق بين الانفلوبت والنيكت، نكون عارفين انه نحن ممكن نستخدم مالتيبل ريسبتورز، نكون حافظين الاكزامبلز أو multiple glycoproteins ونكون حافظين examples. HIV is very important. الانفلونزا is very important. نكون عارفين المعلومات اللي بتخصهم. ويعطيكم العافية، بشوفكم.